مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة. أنا رشيد، واليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوانات. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة. لقد بحثنا جيدا ووجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا. دعونا لا نطيل الكلام ونتابع مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية. تعتبر الطيور من الحيوانات الأليفة التي يتكرر ظهورها بشكل متكرر في التاريخ المكتوب لكوكب الأرض. في الواقع أنه كانت هناك إشارات تدل على وجودها في الوثائق الصينية منذ العام 1400 وقبل الميلاد. اعتقد تشارلز داروين أن الدجاج الذي نعرفه نحن اليوم يأتي من نوع من الطيور البرية يعرف باسم جالوس بانكيفا، والتي نشأت في مناطق واسعة من آسيا تمتد من الهند إلى الفلبين، وقد تم تدجينها لأول مرة منذ حوالي 2000 سنة. ومنذ ذلك الحين ظهرت العديد من السلالات الجديدة، وفي الوقت الحاضر يتم تربيتها وترتيبها من قبل أشخاص ذوي خبرة في علم التصنيف من مختلف أنحاء العالم. لطالما كان للدجاج العديد من الحيوانات المفترسة في البرية التي تحاول افتراسها، وحتى بعد سنوات عديدة من التدجين ما زال البعض يلاحقهم ويقوم بصيدهم في مشاهد تحبس الأنفاس. فمثلا عندما يقابل الديك الصقر يكون ذلك عادة عندما يظهر هذا الحيوان المفترس في الحظيرة الدجاج، وغالبا ما يقوم هذا المفترس بصيد وأكل هذا الدجاج. الصقر هو أحد أروع وأشهر القتلة المحترفين في هذا العالم، لكنهم ليسوا بحجم كبير مثل النسور، وهذه ميزة تجعل من الممكن للديوك محاربة هذه الصقور لإنقاذ الدجاج من الهجمات المميتة، كما هو الحال في العديد من الحالات التي تم تصويرها والتي يتم تداولها على مواقع الانترنت. عادة عندما يقاوم الديك هجوم هذا الحيوان المفترس، فإن هذا سيساعد الصقر على التراجع عن الهجوم الذي حاول القيام به وترك الدجاجات وشأنها. لكن في حالات أخرى يمكن للديك أن يقتل الصقر في مشاهد مرعبة لا يمكن تصديقها. فعلا يمكن القول أن الديوك تحمل في حمضها النووي غريزة الدفاع عن أراضيها وأفراد أسرتها، لذلك ليس من السهل على الصقر الحصول على وجبة مغذية من الدجاجات في حضور هذا الخصم والمدافع العنيد. في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دائما وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.